احنا اقول حاجه فيها ان دايما بتبقى المشكله مش في ان يجي حد، المشكله ان المستقبل نفسه، يعني اللعيبه تبقى عندها استعداد، وده اللي ممكن نهيئهم ان شاء الله عليه ونطور نفسنا شويه ونقدر يبقى موجود دايما اخصائي. مش عايزين نقول نفسي بس يعني اخصائي رياضي يعني. ده بالنسبه للماتش هو طبعا محمد جاي وعنده اندفاع جيد جدا، ودي حاجه يعني انا سعيد بيها زي اللعيبه كلها، اللعيبه الكبار كلهم جايين وعايزين يعملوا حاجه وعايزين يكملوا اللي هم بدأوه قبل كده. ان شاء الله يعني يبقى في استثمار شويه لبعض الايجابيات اللي حصلت ونبتدي من عندها ان شاء الله. مش عاوزين نلغي اي حاجه اتعملت قبل كده، وخصوصا ان احنا في وقت ضيق مش هنقدر نعمل حاجه كبيره من ناحيه الشكل العام. وانا قلت للعيبه ان انا مش جاي اغير الفرقه، انا جاي نحاول نخلي الناس تلعب بطريقه مختلفه على مدى اطول شويه، وفي نفس الوقت نحاول ان شاء الله نكسب من اول مباراه. يعني رامي راكب جريده الدستور بتبقى صعبه جدا، وخاصه كمان ان حضرتك لسه متولي المهمه منذ فتره قليله. ثانيا عاوزين نطمن على موضوع الاصابات، احمد فتوح يمكن غاب عن المعسكر المنتخب الكامل ان شاء الله باذن الله يكون جاهز باذن الله، محمد الشناوي طبعا ربنا يشفيه ان شاء الله لو تحولت النتيجه المسحه بتاعته لسلبيه، هل ممكن يتواجد في مباراه غدا؟ ولو لا قدر الله المسحه ايجابيه هل ممكن ما نشوفوش يسافر معاكم في المباراه القادمه باذن الله؟ التوفيق يا كابتن. انا هبتدي طبعا الاسئله مهمه جدا، هبتدي من الاخر شويه. الشناوي مش هيبقى معانا بكره، لكن هو معانا في المعسكر ان شاء الله مكمل معانا الفتره اللي جايه. احمد فتوح احنا جبناه النهارده، يمكن ما تعرفوش جبناه النهارده، عملنا له بي سي ار طلعت ايجابيه، يعني هو عمل الحادثه وبعدين قلنا هنجيبه ونخليه معانا بقيه المعسكر. ده بالنسبة للشناوي وبالنسبة للفتوح، لكن هم لعيبة أساسية معانا طبعا، ودي حاجة من يعني بديهية، لكن احنا عندنا اللعيبة اللي تعوض يعني غياب أي لعيب. عندنا برضو النني لسه في شك في ان هو يقدر يلعب بكرة ولا لا، لأنه تعرض لكدمة شديدة امبارح في التدريب، فلسه بنشوف حالته، لكن اللعيبه كلها جاهزه ان شاء الله يعني. ده طبعا